السلام عليكم. في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الدرس السادس، الأعداد من صفر إلى 9999، قراءة وكتابة ومقارنة وترتيب. إذن عندنا الصفحة 33. الصفحة 33 عندنا الحصة الخامسة، هاد الدرس السؤال الأول كان عندكم هاد السنة بالفرنسية، وفي السنة الماضية كان بالعربية. أقرأ هذا السؤال بالعربية. هذه أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال الأطلس، وهي مرتبة من اليمين إلى اليسار من أعلى قمة إلى التي تليها. إذن هذه سلسلة جبال الأطلس فيها أعلى قمة جبل توبقال، ثم يليه جبل مكون، ثم يليه جبل ونكريم، ثم يليه جبل أفلا. المطلوب اكتب السؤال اسم كل جبل تحت الرسم المناسب. لاحظ أن هذا الجبل ارتفاعه 4071 متر، هذا الجبل ارتفاعه 4089 متر، هذا الجبل ارتفاعه 4043 متر، وهذا الجبل ارتفاعه 4165 متر. إذن نلاحظ في هذه الجبال أعلى قمة، وغنكتبو تحت منها لأن الجبل الأول هو جبل توبقال، إذن تحت أعلى قمة. ثم نرتب هذه الجبل الذي يليه هو الجبل الثاني، غيكون جبل مكون، غنكتبو تحت منه جبل مكون. إذن غنرجعو السؤال بالفرنسية. إذن السؤال عندنا بالفرنسية هو هذا: Ce sont les plus hauts sommets des montagnes de l'Atlas. أعلى، هذه أعلى قمة جبال الأطلس، سلسلة جبال الأطلس. Ils sont placés du plus haut sommet au plus bas sommet. وهي مرتبة كما قلنا لكم من أعلى قمة إلى أدنى قمة. الأولى عند مونتاني توبقال، هو جبل توبقال، ثم يليه مونتاني مكون، هو جبل مكون، مونتاني ونكريم، ثم جبل ونكريم، وأنفين مونتاني أفلا. إذن جيكري لو نون دو شاك مونتاني، أكتب اسم كل جبل en dessous du dessin convenable، تحت الرسم المناسب. نلاحظ هذه الجبال، هذا الجبل ارتفاعه 4165 متر، وهذا ارتفاعه 4043 متر، وهذا الجبل ارتفاعه 4089 متر، وهذا الجبل ارتفاعه 4071 متر. إذن أعلى قمة، نلاحظ أن عندهم كلهم أرقام الآلاف أربعة، أربعة 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 كلهم، إذن رقم الآلاف متساوي، الأعداد كلها متساوية في أرقام الآلاف. كنرجعوا الآن إلى أرقام المئات، هذا عنده رقم واحد في المئات، هذا عنده مئات صفر. صفر مئات، صفر مئات، إذا أكبر رقم هو واحد، إذا غيكون عندنا العدد الأكبر هو 4165. إذا الجبل الأول هو توبقال، نكتبه تحت هذا الاسم، تحت هذا الرسم، مونتاني توبقال 4165. الثاني غنشوف القمة الثانية، غنكتبو تحت مورا تحت الرسم ديالها،
مونتاني ما تقول. لاحظ عندنا قلنا ارقام المئات كلها متساويه عندها صفر صفر صفر، اذا ارقام المئات رجعوا لرقم العشرات، هذا عنده اربعه، هذا ثمانيه، رقم العشرات هذا سبعه، اذا اعلى رقم هو اكبر رقم هو ثمانيه، اذا اكبر عدد هو 4089 متر، هي اعلى قمه. غنكتبو تحت هذا الرسم مونتاني مكون، هي مونتاني مكون. ثم غنجيو تبقى لنا هذه عنده رقم العشرات سبعه، هذا رقم عشرات اربعه، سبعه اكبر من اربعه، اذا نكتبو تحت هذا الرسم اسم مونتاني ونكرم لنا هو الجبل الثالث. واخيرا الجبل اللي غيبقى لنا مونتاني اوفلا 4043 متر. تمرين ثاني اكمل كل سلسلة عددية. لاحظ 1000 2000 ونكملوا. لاحظ اننا ننتقل بالالاف، اذا غنكمل 2000 3000 زائد 1000 زائد 1000 4000 زائد 1000 5000 6000. لاحظ اننا يتغير فقط رقم الالاف، زائد 1000 نعم 7000 زائد 1000 8000 9000. العدد عندنا 5347، 5447. إذا ننتقل نضيف 100 فقط، إذا زائد 100 تساوي 5547. لاحظ أننا يتغير رقم المئات، 5647 5747 5847 5947. هنا كتغيروا الأرقام بجوجهم، المئات والألاف. 6047 لأننا وصلنا 900، 6147، 5347، 5357. إذا نضيف 10 زائد 10 تساوي 5367. نلاحظ أنه يتغير فقط رقم العشرات، 5377، 5387، 5397. هنا يتغير حتى رقم المئات أيضا، لأن كنوصلو هنا تسعود، إذا 5407، 5417، 5427. ألف وثمانمائة وسبعون، 2870. إذن لاحظ أننا ننتقل بألف، نضيف ألف تساوي زائد ألف تساوي 3870، 4870 زائد ألف 5870 زائد ألف 6870، 7870، 8870،
9870. وأخيرا أتذكر أمثل عددا من 4 أرقام. عندك هنا الواحدة 7 10 4 103 5. إذا العدد هو 5347. ها نمتله، أقرأه، 5347. جولي، 5000 هي 5000، 300 هي 300، 347. 5347 égale 5 milliers plus 3 centaines plus 4 dizaines plus 7 unités. Et bien, 5 milliers et 5000, il y a un petit peu de moukabat. On dit que le moukab kabir est 1000, il y a 5000 plus 3 centaines. 2 centaines, on a un moustapha, il y a 3 centaines plus 4 dizaines. 4, les dizaines sont le khodban ou l'acharat. L'acharat, il y a 4 acharat plus 7 unités et le wahadat moukabat saghira. On est à la fin de la page 33. وشكرا ولا تنسوا الدعم إن أعجبكم الفيديو.